كما قلت لكم عليكم اختيار النيش، بحيث عندما تبحثون عنه في أمازون كي دي بي يجب أن يظهر في الصفحة الأولى من نتائج البحث. فإذا ظهر في الصفحة الأولى فقد أتممت المهمة الأساسية والمهمة الصعبة، وقد حققت 90% من النجاح. السلام عليكم، أنا ياسمينة، أشارك في قناتي تجاربي في كسب المال من مواقع مختلفة لكي تستفيدوا منها ولكي أشجعكم على البدء في العمل الحر أونلاين. إذا كنتم مهتمين بهذه المواضيع فأدعوكم للاشتراك عبر الضغط على زر الاشتراك الموجود أسفل الفيديو، وأيضا لا تنسوا تفعيل الجرس على الكل كي تتوصلوا بأجدد الفيديوهات فور نزولها وتكونوا أول المستفيدين. في كل فيديو أنشر لكم بعض النشاط جديدة، بعض الأفكار الجديدة، بعض المعلومات الجديدة التي يجب أن تسرعوا في تطبيقها حتى لا تكثر المنافسة عليها. ولا تنسوا أيضا اللايك للفيديو ومشاركته مع أصدقائكم لكي يستفيد الجميع. هذا الفيديو تتم للفيديو السابق، فإن لم تشاهدوا الفيديو السابق هذا الفيديو الخاص بكيفية إيجاد النيتشات والكلمات المفتاحية بالطرق المجانية وبالطرق الفعالة أكثر من جميع الطرق المدفوعة، فعليكم أن تشاهدوا هذا الفيديو، والفيديو مفيد جدا بصراحة، وأعلم أنكم سوف تستفيدون منه وسوف تفرحونني في التعليقات وتكتبون لي أنكم طبقتم هذه الطريقة ونجحت معكم بإذن الله. أتمنى فعلا كل من يتابع هذه القناة أن يحقق مبيعات جيدة في أمازون كي دي بي. في الفيديو السابق رأينا ما هو النيش، ورأينا الفرق بين الأول والكتب، يعني البحث في الأول وفي جميع الفئات والبحث في تصنيف الكتب، ورأينا أيضا كيف نبحث بالطريقة اليدوية، ورأينا أيضا الأدوات المجانية للبحث عن الكلمات المفتاحية والنيتشات. واليوم لدينا مجموعة الكلمات المفتاحية، لدينا ملف إكسل فيه كلمات مفتاحية متنوعة، وأتمنى فعلا أنكم قمتم بعمل التمرين الذي وضعته في الفيديو السابق، وأنكم قمتم بجمع لائحة فيها الكلمات المفتاحية. والآن سوف نطبق التمرين الثاني. في الفيديو السابق حضرنا قائمة من الكلمات المفتاحية المتعلقة بـ 5 year planner، وقمنا بتجربتها وعرفنا نتائج البحث لكل كلمة في تصنيف الكتب وفي جميع التصنيفات. الآن ماذا سنفعل؟ سوف نقوم بفرز الكلمات المفتاحية لكي نختار أقوى 10 كلمات مفتاحية، بحيث تكون نسبة المبيعات اليومية جيدة وعدد المنافسة على الكلمة المفتاحية قليلة. سؤال، لماذا نقوم بكل هذا التعب؟ ما فائدة هذه الطريقة أصلا؟ عندما نقوم بفرز الكلمات المفتاحية ونختار فقط الكلمات التي ظهرت في نتائج البحث قليلة ولكن ليس فيها مبيعات، أنت عندما تكتب هذه الكلمة المفتاحية في مربع البحث في متجر أمازون سوف يظهر كتابك في النتائج الأولى، سوف يظهر في الصفحة الأولى من البحث، ولكن سوف تستغرب لأنه لا يحقق مبيعات. لماذا لا يحقق مبيعات؟ لأن الكلمة المفتاحية التي أدخلتها صحيح المنافسة عليها قليلة، لا أحد يستعملها أو القليل من الأشخاص الذين يستعملونها، لكن لا أحد يكتبها في مربع البحث ويبحث عن هذه الكلمة المفتاحية، وبالتالي لا أحد سيجد كتابك، أنت فقط من يجد كتابك لأنك كتبت وأدخلت هذه الكلمة المفتاحية، لكن الناس التي تشتري لا تستعمل هذه الكلمة المفتاحية. والعكس صحيح، عندما نختار كلمة مفتاحية تحقق مبيعات كبيرة جدا بالآلاف ولكن عليها منافسة كبيرة، فكتابك لن يجده الناس لأنه سيظهر في آخر الصفحات، لأن هناك من استعمل هذه الكلمات المفتاحية قبلك، والكثير من الأشخاص استعملوا هذه الكلمة المفتاحية قبلك في كتبهم، كتبهم أصبح لديها ترتيب في أمازون، أما كتابك فسيحصل على آخر ترتيب، يعني المشتري لن يستمر بالبحث إلى أن يصل إلى آخر الصفحات. إذن عليك أن تعمل على هذان المعياران، منافسة قليلة والطلب كبير. ملاحظة، هذه النتائج قد تختلف من شخص لآخر حسب الوقت، لأنه بعد أسبوع إن طبقت هذه الطريقة ستجد تغيرات، لأن كتب كثيرة قد أضيفت وكتب كثيرة قد أزيلت بسبب الحقوق وغير ذلك، وأيضا كتب كثيرة أصبحت تحقق مبيعات أفضل وكتب أصبحت مبيعاتها منخفضة وغير ذلك، فهذه النتائج تتغير من فترة لأخرى. بمجرد أن تقوم بهذه الاستراتيجية وتجد الكلمات المفتاحية المناسبة والنيتش المناسب، أسرع فورا في رفع الكتاب ولا تتأخر ثانية واحدة. حدد خانة المبيعات اليومية ثم نضغط على Short and Filter هنا فوق ونختار Short Z to A،
يعني من الأكبر إلى الأصغر. والآن سنقوم بفرز الكلمات المفتاحية كما قلنا سابقا. أن تكون عدد نتائج البحث في الصنفين أو في التصنيفين، تصنيف الكتب وتصنيف الأول يعني جميع التصنيف، أن تكون أقل من 1000 والمبيعات اليومية جيدة. ثم نحددها بلون مختلف، مثلا اللون الأصفر. ثم نختار أكثر كلمة مفتاحية تحقق مبيعات جيدة يوميا والمنافسة عليها قليلة جدا، ثم نختارها كنيتش، يعني نضعها كعنوان الكتاب وكنيتش، سنكتبها في كوفر الكتاب وفي العنوان الرئيسي. ولكن انتبهوا لنقطة مهمة، عندما تكتبون العنوان والعنوان الفرعي تيتل والسبتيتل، يجب كتابة أول حرف من كل كلمة بالكابيتال يعني بالأحرف الكبيرة. لاحظوا معي هذه الكلمة المفتاحية، تبدو يعني كلمة مفتاحية رائعة جدا، لكن انتبهوا لنقطة مهمة جدا. مثلا في هذه الكلمة المفتاحية فيها سبيرال بوند، وسبيرال بوند تعني الكتب التي تحتوي على أسلاك، يعني كتب لديها أسلاك وليست البيبر باك التي نبيعه نحن. يعني لا يمكننا وضع هذه الكلمة المفتاحية في العنوان والعنوان الفرعي، لأن في العنوان والعنوان الفرعي تكتب الكلمات المفتاحية التي لها علاقة وطيدة بالنيتش والتي تصف الكتاب ونوعيات الكتاب والكفر. كلمة المفتاح التي تحتوي على spiral bound نكتبها في المربعات السبعة، يعني نكتبها خفية لا تظهر، بحيث عندما يكتب المشتري هذه الكلمة المفتاحية سيظهر له كتابنا مع الكتب التي فيها أسلاك، وبالتالي ربما سيختار كتبنا، يعني ونزيد فرص المبيعات عن طريق هذه الكلمة المفتاحية. لكن هذه الكلمة المفتاحية لا تكتب أبدا في العنوان والعنوان الفرعي، فانتبهوا لهذه النقطة. إذا سنحدد أقوى الكلمات المفتاحية، ثم بعد ذلك سنختار كلمتين مفتاحيتين قويتين. أيضا ماذا نعني بقويتين؟ نعني أن المنافسة قليلة جدا والطلب كبير جدا، هذه تسمى كلمة مفتاحية قوية. نختار كلمتان ثم نضيفهما في السبتيتل ونضع بينهما فاصل خط أو عارضة، ونضيف بعض الكلمات التي لها علاقة بالغلاف ونوع الغلاف والحجم وغير ذلك لوصف الكتاب بشكل أدق، وبالتالي زيادة فرص المبيعات أكثر. لاحظوا أن الغلاف كما قلت لكم في الفيديو السابق هو أيضا يعتبر نيتش مختلف، يعني لون الغلاف وشكل الغلاف والنمط الذي يصمم به الغلاف، مثلا نمط اختيار نمط القطط، نمط الزهور وغير ذلك، هذا بمفرده يعتبر نيتش مختلف. فمن الرائع جدا ونصيحة أقدمها لكم، وهي من الأفضل اختيار نيتشين وجمعهما، يعني أن تحاولوا أن تختاروا بين نيتشين وتجمعوا بينهما في كتاب واحد، هذا سوف يزيد من فرص المبيعات بشكل كبير جدا. باقي الكلمات فسوف نقسمها في المربعات السبعة، انتبهوا معي. يجب أن تكون كل الكلمات مختلفة، لأن خوارزميات أمازون تعتبر الكلمات المكررة سبام، وبالتالي بدل أن يظهر كتابك في الصفحات الأولى سوف تخسر فرصة الظهور في النتائج الأولى، ولن يظهر أبدا كتابك في الصفحات الأولى. لا تكرروا أبدا الكلمات المفتاحية، والكلمات المفتاحية التي أدخلتموها في العنوان والعنوان الفرعي لا تكررها في المربعات السبعة. أعطوا فرصة للكلمات أخرى لزيادة المبيعات، مثلا ركزوا معي، سنقوم بإدخال الكلمات المفتاحية على شكل جمل إن كانت تختلف عن الكلمات التي كتبناها في العنوان والعنوان الفرعي. أما باقي الكلمات سنكتبها بشكل منفصل. بعض المتابعين تركوا لي تعليقات حول كيفية إدخال الكلمات المفتاحية في المربعات السبعة. ندخل الكلمات المفتاحية في المربعات السبعة على الشكل التالي: كلمة ثم إسباس، يعني نقسم بينهما بمسافة فارغة، ثم كلمة أخرى، ونحاول أن نكتب أكبر عدد من الكلمات المختلفة. مثلا لنقول gift، يمكننا أن نكتب gift بدون إس بتعني هدية واحدة، ويمكننا كتابة gift يعني بالإس في الأخير وتعني هدايا المجموع، لا بأس، لكن لا تكرروا نفس الكلمة مرتين أو ثلاث مرات في المربعات السبعة. هكذا سوف تعطون فرصة كبيرة لظهور كتابكم في الصفحات الأولى. ولكن لماذا قمنا بالاستراتيجية الأولى وبحثنا عن الكلمات وأزلنا الكلمات المفتاحية التي عليها منافسة كبيرة واخترنا فقط التي عليها منافسة قليلة؟ لكي نحاول أن نجمع منها أكبر نسبة من الكلمات المفتاحية يعني المفردة، يعني كلمات مفتاحية وليست جمل، كلمات مفتاحية قصيرة، بحيث أي شخص يكتب هذه الكلمات المفتاحية التي نضعها في المربعات السبعة في مربع البحث
ويكون فيها جميع هذه الكلمات المفتاحية بأي شكل من الأشكال، سوف يظهر كتابك في النتائج الأولى. فمثلا إذا كتب المشتري notebook gift present for mom، سوف يجد كتابك في الصفحات الأولى لأنك أدخلت جميع الكلمات المفتاحية التي كتبها في المربعات السبعة. أو journal organizer for busy family gift مثلا، سوف يظهر كتابك أيضا في النتائج الأولى لأنه استعمل جميع الكلمات التي استعملتها في هذه المربعات. فهمت طريقة عمل كيف؟ سوف نضيف أيضا كلمات المفتاحية مثل gift, present, mom, dad, woman. woman كتبناها في العنوان والعنوان الفرعي لا داعي لتكرارها. ثم birthday, christmas, journal, notebook, organizer, calendar, agenda. يعني أي كلمة مفتاحية لها علاقة بهذا النيتش ولها علاقة بالهدايا ولمن تقدم هذه الهدايا يجب إضافتها في المربعات السبعة بالشكل التالي. طريقة أخرى نسيت أن أذكرها لكم في الفيديو السابق، وهي نسخ كلمات مفتاحية من أكثر الكتب التي تباع بشكل كبير في أمازون. مثلا Black Password Keeper and Contact وجدتها للتو، وبصراحة الكلمة مفتاحية قوية جدا. لاحظوا 1000 نتيجة في تصنيف الكتب و354 نتيجة في تصنيف أو في جميع التصنيفات، يعني في الأول. حتى أنه يمكنك عمل كتاب خاص بالباسورد والكونتاكت تراكر وإضافته إلى أمازون كنيتش مختلف. انتريور الذي نشرته في متجري على جمرود فيه صفحتان مصممتان بشكل جميل جدا. بالنسبة للمتابعين الذين اشتروا الانتريور يمكنكم إضافة الصفحتان المتعلقتين بالباسورد والكونتاكت في ملف PowerPoint وتكرروها إلى 120 صفحة، وتنشرون كتاب خاص بهذا النيتش. نيتش يعني مع الشرح في الفيديو أعطيتكم نيتش رائع جدا ونيتش مجانا. فلا تنسوا ضعوا لايك للفيديو، شجعوني اللايكات، وفي كل مرة سوف أنشر لكم بعض النيتشات بشكل مفاجئ داخل الفيديوهات. طبعا في البلانر الذي وضعته وضعت لكم كل الصفحات بجودة عالية جدا وبصيغة PNG، يمكنكم إضافة وإزالة الصفحات التي تريدونها. طبعا إذا كانت لديكم الإمكانية لشراء هذا الانتيريو فهو استثمار كبير جدا، أن تستثمروا $3 لإنشاء مختلف النيتشات، البلانر الخاص بسنة 2022 و5 year planner و3 year planner و2 year planner، وأيضا يمكنكم استخلاص منه كتاب خاص بالباسورد password tracker أو الكونتاكت يعني contact list وغير ذلك. ملاحظة أخيرة، خوارزميات أمازون تركز في المقام الأول على العنوان وبداية العنوان الفرعي والثلاث المربعات الأخيرة، لذلك اختاروا أقوى الكلمات المفتاحية ووضعوها في هذه الأماكن التي ذكرتها سابقا. العنوان أقوى كلمة مفتاحية وهي النيتش. أتمنى أن تكونوا قد فهمتم هذه الاستراتيجية، وأتمنى المزيد من التوفيق والأرباح للجميع. لكن كما قلت لكم عليكم اختيار النيتش، بحيث عندما تبحثون عنه في أمازون KDP يجب أن يظهر في الصفحة الأولى من نتائج البحث. فإذا ظهر في الصفحة الأولى فقد أتممت المهمة الأساسية والمهمة الصعبة، وقد حققت 90% من نجاحك في أمازون KDP. النقطة الأساسية وهي يجب اختيار الكلمات المفتاحية الأقوى والأفضل والأكثر مبيعا والأقل تنافسية في العنوان والجزء الأول من العنوان الفرعي والثلاث مربعات الأخيرة. هذه الكلمات المفتاحية هي التي تظهر كتابك في أول نتائج البحث. عندما أنشر كتاب جديد في أمازون KDP أجرب البحث بالكلمات المفتاحية، فأجد عندما أكتب العنوان والعنوان الفرعي والكلمات المفتاحية الموجودة في المربعات الثلاثة الأخيرة أجد كتاب يظهر في النتائج الأولى. فإن لم يظهر في الصفحة الأولى على الأقل يظهر في الصفحة الثانية أو آخر الصفحة الأولى. ولكن الكلمات الأقوى يجب أن تكون في العنوان يعني النيش والعنوان الفرعي. أتمنى أن تكون فكرة النيتش وفكرة الكلمات المفتاحية وطريقة البحث عن كلمات المفتاحية بالشكل الصحيح قد وصلتكم. الباتري قد انطفى، لا تنسوا مشاهدة هذا الفيديو والفيديو الآخر أيضا، 10 نيتشات خاصة لم أعد أركز لأن الباتري سوف تنطفي. إذا شاهدوا هذه الفيديوهات وانتظروا الفيديو القادم، سيكون فيه جميع الأخطاء الكارثية التي تقومون بها والتي يجب أن تحدوا منها لكي تحققوا مبيعات أكثر. فانتظروا الفيديو، أراكم في الفيديو القادم إن شاء الله. فعلوا الجرس واشتركوا في القناة وضعوا لايك للفيديو. أراكم في الفيديو القادم إن شاء الله. كنت معكم ياسمين وفي أمري.